أو أوضاع ثابتة. أجمل ما في الدوري الدرجة الأولى بأن كل جولة وكل محاولة جول أول للعربي. نعم العربي يسجل الهدف الأول في الربع ساعة الأولى، وفرحة وسعادة كبيرة للجماهير العربية بهذا الهدف. ولا أخيرة قبل صافرة النهاية، هنا العرضية الرأسية، محاولة جول. التعديل يأتي للرياض، يأتي أخيرا، يأتي لمصلحة. محاولات الآن تأتي من جانب الرياض، خطير نيكولا جول. نيكولا يسجل الهدف الثاني في الوقت المناسب وبطريقة رائعة. نيكولا يسجل الهدف سريعا إلى دوري المحترفين الذي حقق عدة ألقاب نتحدث عنها بعد هذه الكرة الخطيرة جدا. يا الله، الله يا عبد الهادي، الحزم يسجل أولى الأهداف في الدقيقة 25 بعد عرضية كانت رائعة جدا جدا جدا. ويليام على التنفيذ ينفذ وبالراس تمر جول. هدف أول نواف أبو عامر يسجل الهدف الأول لهجر مع الدقيقة 18 من زمن شوط المباراة الأول، بينما هنا الفرحة لدى في الجهة اليمنى الانطلاق الحاضر على المرزوقي يحاول الحصول على الكرة، وياسين حمزة الآن ممكن يعرض الكرة والأرضية الملعوبة والتسديد والجول. جول أول لفريق العين. العين يستطيع البدء التسجيل الآن في الدقائق الأولى من مجريات شوط المباراة. ولو الانطلاقة لمصلحة فريق جدة في الجهة اليمنى الانطلاق الحاضر، تصل عند الضويحي، الضويحي يحاول المرور، يبحث له عن زميل الرضا عثمان معلوم جول. جول 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 جول. رأسية جميلة جدا. التوقيع الأخير يأتي من عثمان معلوم لمصلحة فريق العين، والكرة الآن تصل عند الحارثي يحاول المرور. الحارثي نقل الكرة عبد الرحمن جول 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 جول. جميل جدا تسديده كرة الجهة اليسرى كنترول، محاولة من اليسار التقدم لصالح نجران كوتينو، ولا هذا في تور، في تور تمريرة خطيرة. الله جول أول لصالح نجران، يأتي عن طريق من أمام الشمري، ممكن هدف تعادل للأهلي، ممكن الشمري يحطها. هداف هذه المسابقة، ممكن جول. أهلاوي ثاني المقرن، مدافع فريق أحد جون يتقدم ويسجل هدف أول لفريق أحد. الهدف الأول يسجل جون، وبالتالي العرضيات إلى مشاري الميزي، عرضية محاولة سميع بالرأس جول. جول عرضية بالرأس، بحث عن الهدف لم يبحث طويلا، فريق الساحل يسجل هدف جميل. يستمر في حراسة الجبلين، تتمرر كعبية مميزة، تمريرة للرضا بالسايح
يعرضها بالسائح يصور بالسائح. هذا وين رايح؟ للمرمى. تتمرر بشكل سريع جدا للعروبة، فيها تصويبة قوية للعروبة الخطيرة جدا. تياغو بزيرة، تمريرة من تياغو، تصويبة ماهر ماهر ماهر. الدقيقة الثالث بزيرة تياغو البقعاوي، تياغو بزيرة. البرازيلي على بعد خطوة من وضع الفيصلي في الصدارة. كايسارو موريرا، كايسارو هدف أول لعلابستير من نقطة الجزاء. جاء أكونو سيتقدم الآن والهدف الأول. الخلود الآن يظهر بالهدف من نقطة الجزاء. اللاعب الكاميروني أكونو يسجل هدف أول لفريق